اللي هي لجنه مستر فيتور بريرا. معانا كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام. وكابتن محمد فاروق طبعا. كابتن محمد ازي حضرتك؟ كابتن اسلام ازي حضرتك؟ حكمنا حكم لي ماتشات كتير. حكم لي ماتشات كتيره برضه حبيبي يا كابتن. وبسلم على كابتن نصر عباس والكابتن عصام شربور والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن ايمن. منورنا يا كابتن محمد. منورين الدنيا كلها كابتن. وطبعا بنشكر مستر فيتور بريرا اللي هو يعني وافق على او رحب بمداخله كابتن محمد فاروق معانا. كابتن محمد الحقيقه خليني ابدا مع حضرتك وسؤال، ان طبعا كان معانا من شويه مستر كلاتنبرج، فخليني اسال حضرتك في البدايه كيف تقيم اداء الحكام في الموسم الماضي بعد توليك المسؤوليه، وكيف ترى التعاون مع فيتور بريرا؟ لا يعني انا قيم الحكام الموسم الماضي كابتن المستوى يعني انا قايم وكان جيد جدا بصرف النظر كان في اخطاء في بعض المباريات، لكن تعال نشوف التحكيم المصري الموسم اللي فات. اولا الدوري التونسي اغلب الماتشات الصعبه الحكام المصريين اداروا هذه المباريات، حكم عندنا راح كاس العالم، راحوا البطوله العربيه، حكم ادار نهائي بطوله افريقيا، لعبنا ثلاث ماتشات، ماتش في الدوري وماتش في الكاس وماتش في السوبر بحكام مصريين. كل دي انجازات عملها التحكيم المصري الفتره السابقه. ولكن يعني ما شفناش مثلا او شفنا اخطاء كثيره جدا. انا لسه كنت بتكلم يا كابتن محمد وانا مش عايزين نبقى قاسيين، ولكن انا كنت لسه بتكلم على مثلا الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي انا شفت لعبه اتكررت ثلاث مرات في ثلاث ماتشات مختلفه ولم يتم احتسابها ركله جزاء، اللي هي لا الباك ليفت مثلا بيوصل لخط المرمى وبيحاول يعمل الباك باس، فالمدافع بينزل عليه تاكلينج فايده بتبقى جنبه، فالكره بتيجي في ايده مباشره وهي على الارض، فالحكم لا ينظر ليها ان هي ركله جزاء. اللي هنا اقصده ايه يا كابتن؟ انه المعايير واحدة في كل المباريات. يعني أنا شفت ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي وبالمناسبة كانوا الأسبوع ده فيهم نفس اللعبة، فإحنا ما بنشوفش ده ليه في الدوري المصري؟ عندنا حكام طبعا راحوا تونس وراحوا كذا وراحوا كذا وراحوا كذا، ولكن أنا يهمني الأول إحنا ليه بنرى مثل هذه الأخطاء في الدوري المصري؟ لا كابتن زي ما قلت لحضرتك إن الحكام اللي نجحوا في المحافل الدولية دي كلها أكيد هينجحوا في الدوري المصري، لكن في بعض الحكام صغار السن وده اللي احنا اشتغلنا عليه الفترات السابقه، وانا كنت يمكن قعدت شهرين قائم بعمل رئيس اللجنه. أيوة. وعملت معسكرين وقدرت اطلع في خلال هذه الفتره حوالي من 18 ل 20 حكم لا يتعدى 30 سنه. أيوة. طبعا الحكام محتاجين زي لعيب الكوره بالظبط، لما تيجي تلعبه اكيد بيبقى عنده اخطاء، لكن مع الوقت يكتسب الخبرات. بقول لك اللي احنا عندنا ذخيره كويسه جدا من حكام صغار السن هيكونوا موجودين في الدوري الممتاز سواء الف او المحترفين، وهتشوف اسامي جديده جدا في طريقهم فعلا ان هم يكونوا على نفس مستوى الحكام الكبار اللي بيشرفونا في المحافل الدوليه. كابتن فاروق طب معلش خليني اقول لك واقعه واضحه ان حصلت قبل كده مثلا، يعني مش هقول اسماء ولكن هي واقعه واضحه جدا حصلت مع النادي الاهلي، حد خد فيها بعد المباراه ما انتهت انذار او طرد، وكان قبل مباراه الزمالك وحضرتك تعلم هذا الامر، ثم نفس اللعبة بالظبط حصلت في مباراة أخرى ولم يحدث أي شيء. أنا هنا لا أقصد الحكم ولكن نفس الموضوع اللي بسأل حضرتك عليه. المعايير هو هي لو المعايير واحدة يا كابتن صدقني ما حدش كان هيقدر يتكلم. أكيد يا كابتن متفق معاك طبعا لو المعايير واحدة، وده اللي احنا بنشتغل عليه الفترة دي على فكرة. يمكن احنا قدمنا الفوج الثاني من المعسكر الثاني، يمكن شغالين في الملعب ونطبق كل اللي انت بتقوله دلوقتي، تكون المعايير واحده وموجوده عشان لما الحكم يحسب تاني اسبوع الحكم يحسب بنفس المعايير، وده اللي احنا شغالين عليه الفتره. يمكن من الساعه 7 الصبح احنا في الملعب كان عندنا عملي وبعد كده محاضرات، يعني بيبقى اليوم طويل جدا بنشتغل على المعايير اللي انت بتتكلم عليها دي عشان عايزين الحكم اللي يحسب النهارده هو اللي يحسب بكره نفس المعيار واحد ونفس القرار واحد، وده اللي احنا بندور عليه خلال الفتره القادمه ان شاء الله. طيب خلينا نروح للقضية الأشمل، حضراتكم كلجنة حكام يعني احنا طبعا ممكن هنا في البيت الكبير او مش ممكن اكيد بننتقد اداء الحكام في بعض المباريات، ولكن في النهاية لما يكون الحكام متأخر لهم مبالغ كبيرة وكثيرة بنكون معاهم، فعايز اسأل حضرتك محتاجين ايه ممكن ندوس عليه الفترة اللي جاية او نكرره الفترة اللي جاية من خلال الاعلام علشان يبقى عندنا تحكيم يستفيد منه ال 18 نادي مش نادي واحد، ال 18 نادي؟ طبعا يا كابتن محتاجين شغل كبير برضه الفتره اللي جايه. طبعا انا يعني زي ما بندور على في حكام زي انت بتقول في انجلترا لازم الحكام برضه تاخد حقوقها، مش حقوقها الماديه بس يا كابتن، لان برضه الناس بتنصب على كل حاجه الفلوس، لا في حقوق تاني، في حقوق معنويه، المفروض يكون في دعم للتحكيم المصري
موجود هنا، ده مش بنلاقيه موجود برضه في اغلب الفترات. خلينا نكلمك بمنتهى الامانه، ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، يكون في دعم بجانب الدعم المادي الدعم المعنوي. لازم الحكام يكونوا يحسوا ان هم مدعومين، مدعومين من الاتحاد، مدعومين من اعلامهم، لان الحكام المصريين هم في الاخر مصريين. الدوري المصري لما ينجح هينجح بالتحكيم المصري، مفيش تحكيم بدون، مفيش مسابقه هتنجح بدون تحكيم، مفيش منتخب هيوصل بدون تحكيم عادل موجود. ده اللي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه. محتاجين برضه مجلس اداره الاتحاد برضه زي ما انا شفت الفترات السابقه او بداوا دلوقتي واقفين مع التحكيم بمنتهى القوه، يحسوا ان في داعم موجود سواء مجلس الاداره او الاعلام، وده اللي احنا ان شاء الله منتظروه منكم الموسم القادم ان شاء الله. كابتن محمد، فكره تصنيف الحكام 30 حكم في الدوري الممتاز، ده كان في حديث مستر بيريرا مع كابتن سيف، عايز اسالك عن هل سيتم تطبيق هذا الفكر خلال الفتره اللي جايه ولا لا؟ يتم تطبيق هذه الفكره، يكون موجود عدد معين في الدوري الممتاز وكذلك برضه دوري المحترفين وكذلك في القسم الثالث، لان احنا عندنا 6 مستويات، 3 هيلعبوا في يعني 7 اللجنة الرئيسيه و3 يلعبوا مع المناطق. بحيث ان احنا بندور على الحكم يلعب ماتشات كتير، لان برضه بينه وبينك لما تيجي تلعب حكم يلعب ماتش او اثنين لسه كنا بنتكلم صح، مش هتدور على الحكم فين خبرات وفين اللي انت اكتسبته، لكن لما يلعب عدد كبير يقدر يكتسب خبرات ويبقى عندك حكام، وده اللي احنا بندور حكام صغار السن، اللي احنا بندور يكون عندنا حكام في كاس العالم او يكون على الاقل موجود حكم ومساعد او طاقم كامل لو قدرنا يكون موجودين في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. كابتن محمد، قبل بس ما حضرتك تسال يا كابتن ناصر هسيب حضراتكم تسالوا، ولكن كابتن محمد كان هناك هجوم شديد على بيريرا بعد اللقاء اللي عمله، يعني مش عايز اتكلم برضو على اسم معين، كان اتكلم على وعمل عليه هجوم شديد جدا، رايك في هذا الامر ايه؟ طبعا احنا حتى لو اختلفنا مع بعض في الاخر احنا عايزين التحكيم ينجح، ينجح بمستر بيريرا، ينجح باي حد موجود، لان في الاول وفي الاخر انت بتدور على التحكيم المصري ينجح ازاي. مش يعني زي ما قلت قبل كده، حتى لما كان مستر مارك موجود وقلت ان احنا مع التحكيم مع مستر مارك، سواء مستر مارك اي حد موجود، لان احنا لا نبتغي الا نجاح التحكيم المصري، سواء احنا موجودين او مش موجودين، ده احنا بندور عليه الفتره القادمه ان شاء الله.